مرحبا. من المرتقب أن يستفيد المغاربة الراغبون في اقتناء سكن رئيسي من مبالغ مالية تتراوح ما بين 70,000 درهم و 100,000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2024، ويعد من ضمن تحدياتنا الاجتماعية في مجتمع التحدي وفهم ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعا. يأتي برنامج الدعم المالي الجديد للمغاربة الراغبين في اقتناء سكن رئيسي، يأتي تنفيذاً لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويهم الفترة الممتدة بين 2024 و2028. مشروع يرمي لتجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني، ويستفيد منه المغاربة المقيمين بالمغرب أو بالخارج الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن. ولوضع الموضوع في دائرة الضوء ينضم إلينا الأستاذ إدريس العلاوي الإعلامي والخبير المالي والاقتصادي. صباح النور سيدي. صباح النور سيدتي، وصباح النور كل المشاهدين الكرام وضيفك الكريم. مرحبا. كما يسرني أيضا أن ينضم إلينا الأستاذ يوسف بالحاج، باحث في قضايا التنمية وتقييم التقائية السياسات العامة بمدينة مكناس. صباح النور سيدي. صباح النور وشكرا للاستضافة. مرحبا، نورتني. إذا مشاهدينا، قبل أن نبدأ في نقاش محاور هذه الحلقة نتابع هذا التقرير الذي أعدته زميلة مريم سوري. بالنسبة لكثيرين من المغاربة كان اقتناء سكن خاص مشروعا مؤجلا أو ربما أمنية صعبا تحقيقها، لكن سيصبح الأمر ممكنا ابتداء من فاتح يناير القادم، تاريخ إطلاق برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي الممتد لخمس سنوات. البرنامج تناهز تكلفته 9,500,000 درهم سنوياً، وهو موجه للمغاربة المقيمين بالمملكة أو بالخارج الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن. أهدافه متعددة. اقتصادياً سيسهم البرنامج في الرفع من عرض السكن وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص. بالنسبة لمبالغ المساعدة، تم تحديدها في 100,000 درهم لاقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300,000 درهم مع احتساب الرسوم، و70,000 درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300,000 و700,000 درهم مع احتساب الرسوم. أما من الناحية الاجتماعية، سيمكن البرنامج من تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج مدن بدون صفيح. إذن نعود لكم مشاهدينا لنبدأ معكم هذا التحدي، وأبدأ معكم أستاذ إدريس العلاوي. أود أن تضعنا في الصورة بخصوص برنامج الدعم المالي الجديد للراغبين في اقتناء السكن. هنا نتساءل عن الأهداف المتوخاة من هذا المشروع. هنا تستوقفني إشارة قوية جدا أستاذ إدريس، المشروع يهم أيضا الجالية التي تقطن بالخارج، يعني يجب أن نضع أسطر تحت هذه الإشارة. أكيد سيدتي الكريمة، ويجب أيضا أن نضع يعني أسطر يعني تحت هذا المشروع، لأنه مشروع غير مسبوق بالنسبة لي يعني في المملكة المغربية وحتى يعني في كل دول العالم. يعني شخصيا قمت ببحث بسيط، لم أجد بأن هناك دعم للطبقة المتوسطة بخصوص يعني امتلاك السكن، وبالتالي فاليوم نحن نتكلم على يعني تحول جذري في التعاطي مع يعني مع الطبقات المجتمعية. يعني في السابق كنا نتكلم على يعني سكن اقتصادي او سكن اجتماعي، اليوم نتكلم على الولوج الى السكن بالنسبة لطبقتين مهمتين جدا وكيلعبوا واحد الدور مهم جدا في الاقتصاد الوطني، هي الطبقة ذات يعني الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. والجديد اليوم هو انه تنعرفوا الارتباط ديال الجاليه المغربيه والمغاربه العالم يعني بوطنهم الام، وبالتالي فكان دائما الحديث على اساس ان هاد يعني الفئه من المغاربه فاش كيدخلوا المغرب كيدخلوا اما
يعني للاستثمار أو أنه تكون هناك واحد مساعدة عائلية. وشخصيا أعرف مستثمرين يعني مغاربة مقيمين في الخارج، وأيضا أشخاص اللي دائما ما كانوا يعني يتساءلون على إمكانية أنهم يكون عندهم واحد المسكن هنا، لأنه فاش كيجي المغرب كيبغي يدوز أسبوع أو أسبوعين، عوض ما أنه يعني يمشي عند العائلة كيبغي طيب. أنه يكون عنده واحد المسكن دياله. وبالتالي فاليوم نحن كيف ما قلت قبل قليل نتكلم على مشروع غير مسبوق، وأيضا دعم مهم جدا بالنسبة للقطاع. يعني نتكلم على هذا القطاع ديال العقار، تنعرفوا الركود اللي عرفوا يعني منذ 3 سنوات، يعني منذ جائحة كورونا، تنعرفوا أيضا الإشكاليات اللي كانت عند المقاولات. وهنا خصني ضروري أنه نعطي بعض الإشارات سيدتي الكريمة باش أنه نحطوا المشاهد الكريم في الصورة. تمام. يعني سابقا يعني في المشروع السابق كنا نتكلموا على مشروع ديال بناء 300,000 وحدة سكنية يعني ما بين 2010 و2020، وكان يعني كان خلق مناصب شغل مهمة جدا. يعني كنا نتكلموا على ما يقارب 16,000 منصب شغل في كل سنة. اليوم حين نتكلم على هذا المشروع يعني وبالنسبة للمقاولين اللي بطبيعة الحال كاينين في هذا القطاع، تنتكلموا على واحد الشريحة كبيرة جدا ديال المقاولين اللي كانوا كيخدموا الناس اللي عندهم من طبيعة الحال هذه المساكن أو هذه الوحدات السكنية اللي الأثمنة ديالها تفوق الأثمنة ديال السكن اللي كانت تسمى في المرحلة السابقة السكن الاقتصادي. وبالتالي يعني هذه المرحلة كان إشكالية ديال البيع، تنعرفوا كيف ما قلت من بعد جائحة كورونا، من بعد يعني الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم، أيضا الإشكالية ديال الرفع يعني النسبة المئوية يعني بالنسبة للديريكتور في بنك المغرب. وبالتالي فكان هناك واحد الركود في هذا القطاع. اليوم هذه الدفعة قوية جدا بالنسبة لهذا القطاع باش أنه من طبيعة الحال يعاود أنه يساهم بشكل فعال في الاقتصاد الوطني ويخلق مناصب شغل مهمة ومهمة جدا. طيب أستاذ يوسف بالحاج، مما سيمكن البرنامج الجديد لهذا الدعم المباشر على الصعيد الاجتماعي والتنموي؟ أولا يمكن التأكيد على أهمية هذا المشروع لأنه بادرة غير مسبوقة بالنسبة للمغرب وبالنسبة مقارنة مع مجموعة من الدول. أولا قبل الخوض فيما هو تقني بحت، نضوع على المقاربة الجديدة. أولا هذا المشروع هو تغيير في المقاربة الدولة، أنه فيما قبل كانت مقاربة الدولة هي مجموعة من الإعفاءات للمقاولين ومجموعة من الامتيازات للمقاولين من أجل تقديم واحد العرض اللي هو موالم في السوق، ولكن طحنا في إشكاليات ديال المراقبة وإشكاليات ديال الجودة. هذا الشيء عطانا تغيير في المقاربة الدولة، أنه من خلال أنه استهداف مباشر لهذا الأسر. وهنا من خلال الدراسات اللي دت مؤخرا أنه لقينا بأنه 80% من طلبة التموين بالنسبة للأسر لاقتناء السكن هي من الطبقة المتوسطة، وهي اللي تتمثل تقريبا واحد الطلب ديال 6,000 درهم للمتر المربع. وهنا قررت الدولة أنها تدعم في نفس الوقت العرض والدعم الطلب، وهذه هي الامتياز، وهذا هو التأثير المباشر، هو تأثير على السوق ديال العقار، لأن هذا السوق تقريبا هو 5% من الناتج الداخلي الخام. أولا يعني هو جد مهم للاقتصاد المغربي. دعم هذا السوق هو دعم التوازنات في السوق، لأنه بعد الركود اللي عرفوا هذا السوق من بعد الجائحة ومجموعة من الصدمات الخارجية، أنه لاحظنا بأنه ارتفاع ديال الأسعار وانخفاض ديال القدرة الشرائية للمواطنين. يعني كانت صدمات على العرض وصدمة على الطلب في السوق، وتدخل الدولة الهدف دياله بالدرجة الأولى هو محاولة إعطاء نفس جديد لهذا السوق. عبر ماذا؟ عبر واحد الدعم مباشر لهذه الأسر، والهدف منه هو اجتماعي طبعا كما أمري واقتصادي في نفس الوقت. الجانب الاجتماعي هو تمكين الأسر، ولأنه في السابق كما أشار الضيف ديالك أنه كنا كندعمه مباشرة عبر السكن الاجتماعي واحد الفئة معينة، ولكن بهذه المقاربة الجديدة ربما الفئة المستهدفة ستكون أكبر، وربما استهدفت كذلك الطبقة المتوسطة التي لا تدخل في هذا المعيار ديال السكن الاجتماعي اللي هي مقاربة التي تم التخلي عليها. وثاني ملاحظة اللي هي مهمة هو الظروف التنمية. طبعا الظروف التنمية هو علاقة بالتوازنات الماكرو اقتصادية، لأنه كنعرفوا بأن التوازنات في هذا السوق وفي هذه القطاعات اللي هي حيوية كتأثرنا مباشرة على التوازنات، ودعم الدولة هنا الهدف دياله بالدرجة الأولى هو دعم هذه التوازنات من خلال إعطاء دينامية جديدة لهذا السوق من خلال مساعدات
لمساعده الناس اللي بغني يقتنوا السكن ديالهم، ولكن مساعده كذلك المقاولين والفاعلين الاخرين في هذا السوق. جيد، إذن أستاذ العلوي، من المنتظر أن يستفيد المغاربة اللي رغبين أنهم يقتنوا سكن رئيسي من مبالغ مالية تتراوح ما بين 70,000 درهم و 100,000 درهم ابتداء بفاتح يناير 2024، وذلك بحسب ما نص عليه مشروع المرسوم المتعلق بدعم السكن. هنا أتساءل معك، ما هي الكيفيات التي سيتم من خلالها منح هذه الإعانة بخصوص الشخص الذي يرغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن؟ هنا سيدتي الكريمة، يعني في برنامجي كمجتمع التحدي غادي نعطي واحد التحدي أننا نعقلوا على جوج الحويجات مهمين بالنسبة لي بزاف. علاش؟ لأن دابا يعني الحديث يعني في كل يعني الأوساط في المملكة المغربية هو أنه ابتداء من يناير غنبغي أنني نمشي نستفد من هذا الدعم. شنو خصني ندير؟ واش أنه ممكن نمشي نشري هذاك يعني السكن القديم ديال الاقتصادي إلى آخره؟ فاليوم نعقلوا على جوج ديال النقط مهمين جدا. اولا يعني الطلب ما كيديروش شي حد، كيديروا يعني صاحب يعني المشروع ديال انه اللي باغي يشري هذا السكن، كنديروا واحد الطلب. هذا الطلب فين كيدار؟ كيدار يعني في منصه الكترونيه اللي غادي السلطات الحكوميه هي اللي غتوجدوا. فاش غادي ندير الطلب هذا باش ما نحيدوا من الاشكاليه دائما ديال السير واجي ديال الادارات كيف ما جاء على السيده يعني على لسان السيده الوزيره. كاين هذه المنصه الرقميه غادي تكون هناك واحد الشفافيه، يعني اللي حط الطلب الاول هو اللي غيستفد الاول. فاش غادي نعقلوا على تاريخ مهم او مده زمنيه مهمه جدا، الى شفنا يعني المشروع تتكلم على انه غادي يكون عندنا 60 يوم ما بين اليوم اللي طلبت انني ندير يعني نستفد من هذا الدعم المباشر ولا يعني ولا مطلع الحل الشراء النهائي او يعني تحرير العقد النهائي للبيع. في الطلب يعني الاداره او في البلاتفورم عندها 7 ايام باش انه يكون هناك واحد الموافقه مبدئيه. من بعد فاش كندير الطلب ديالي وكتجيني الموافقه المبدئيه، يعني تنمشي عند الموثق اللي كيدير ليا يعني هذاك البروميس دو فونت ولا الوعد بالبيع. هذاك الوعد بالبيع يعني لو نوتير او الموثق عنده 7 ايام باش انه يحط يعني في البلاتفورم دائما يعني في المنصه الرقميه الوثائق. الوثائق شنو هو؟ هي من طلعت حال الوعد بالبيع وايضا واحد هذاك الوثيقه ديال بيرمي دابيتي رخصه السكن اللي خصها تكون انطلاقا من واحد في شهر 1/2024. ربما كاين هنا يعني من بعد هاد 7 ايام يعني الاداره خصها تجاوبك واحد 15 يوم باش انها كتعطيك الدعم. فاش كتعطيك يعني هذاك الدعم كيفاش كيتعطى؟ الناس كيتسائلوا دابا كيفاش غادي ناخذ انا هاد الفلوس؟ كيخرج واحد يعني اما شيك باسم الموثق اللي مشى عنده صاحب الطلب وكيتعطى لصاحب الطلب باش انه كيعطيه للنوتير، او يعني كاين هناك الامكانيه ديال يكون هناك واحد التحويل بنكي يعني من عند السلطات المختصه لعند الحساب المفتوح لدى السي دي جي ديال النوتير. من بعد تبقى عند هذا صاحب الطلب انه تبقى عنده 30 يوم باش انه يعني يتم البيع النهائي. جيد، هذا يعني 60 يوم باش اننا نعقلوا يعني على هذه المده الزمنيه 60 يوم من التاريخ من البدايه الى نهايه الامر. ايضا اللي مهم جدا هو انه يعني نتكلموا على الناس واش ممكن انهم يصرفوا، لان كاين الناس اللي كيسول تيقول لك واش غادي نشد هاد الفلوس انا الى اخره. ما كاينش الفلوس اللي كتعطى يعني بانها الحساب الخاص ديال صاحب الطلب. ممتاز، غادي نرجع لتفاصيل اخرى، لكن دعني انتقل للاستاذ يوسف. يعني بعد هذا الجرد الذي تفضل به استاذ العلوي، هنا اتساءل عن الشروط. ما هي الشروط المطلوبه في طالب الاستفاده من هذه الاعانه؟ ما هي الشروط؟ طبعا بالنسبه للشروط مرسوم حدد مجموعه من الشروط اللي هي اساسيه للاستفاده من الاعانه، على راسها الجنسيه، انه المستفيد خصو يكون حامل الجنسيه المغربيه، ان يكون عدم استفاده فيما قبل من اي برامج تخص دعم في اطار برامج السكن الاجتماعي او غيرها. ثالثا وهو جد مهم هو دور الموثق، انه الموثق سيحظى بمكانه مهمه في هذا الدعم هذا. لماذا؟ لضمان طبعا الطابع المؤسساتي لهذه العمليه هذه، وطبعا
للتحكم في مسار هذه العمليه هذه. الوغ الموثق ضروري ندوز موثق. رابعا هو انه بالنسبه لرخصه السكن، رخصه السكن انه هذا المشروع كان من المرتقب انه يبدا في 2023 يناير 2023، وبانه رخصه السكن خصها تكون انطلاقا من 1 يناير 2023. رابعا هو شرط مهم جدا هو التخصيص، هو التعهد من طرف المالك، يعني هذا الشخص اللي غيشري هذا المحل في اطار هذا الدعم ويستفد من الدعم، انه غيتعهد بانه في 5 سنوات ما بعد الشراء انه يحتفظ بها كسكن، يعني اهداف تكون هي سكن رئيسي انه يسكن فيها لمده 5 سنوات. وهنا باش نضمنوا هذه العمليه هذه انه تيدار رهن على هذا السكن، هذا رهن من الدرجه الاولى ولا الدرجه الثانيه لفائده الدوله، هو الضمان، الضمان الاستفاده من الدعم. وفي طيب حاله بانه الشخص استاذ يوسف، حاله عدم اتمام عمليه اقتناء السكن في الاجل المذكور، ما العمل في هذه الحاله؟ وهنا الا ما طبعا في حاله عدم التزام ولا ايفاء باحد الشروط من هذه الشروط، هنا تيجي دور الموثق. ولماذا اخترنا الموضوع من الموثق؟ ان الموثق هو الضامن لهذه العمليه هذه. وهذا الشيء علاش ربما تحدث الضيف ديالك على انه في حاله تسلم الدعم، ماشي الشخص اللي يتسلم مباشره الدعم، ولكن هو الموثق عبر الموثق. في حاله عدم اتمام ولا وجود اي مشاكل كيفما كان النوع ديالها، يتم ارجاع تعهد بارجاع المبالغ الدعم للدوله وهي عبر الموثق طبعا. وهذا اجراء جد مهم. وهنا يمكن الاشاره لشيء بسيط، انه هنا تتحدث عن مرسوم، ولكن في اطار هذا المرسوم تحديد مجموعه من الفاعلين الذين سيسهرون على تتبع هذا الدعم هذا وكيفيه تقديم هذا الدعم هذا واصلاح ما يمكن اصلاحه في حاله وجود اختلالات ولا اشكاليات. جيد استاذ العلوي، يعني نص المرسوم ايضا على احداث لجنه تضم ممثلين 2 عن كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالإسكان والميزانية. هنا ما هي المهام الموكولة لها لهذه اللجنة؟ من أهم يعني المهام الموكولة لهذه اللجنة هو أنه يكون هناك واحد تتبع لهذا الدعم اللي كيتعطى يعني من طرف الدولة للمستفيدين. أيضا يكون هناك واحد تقييم على الكيفية ديال هذا الدعم، كيفاش يعني كيفاش كيوقع. واللي مهم جدا بالنسبه لي ايضا هو انها كتوجد يعني اقتراحات وتوصيات، واعضاء واعتقد بان غيكون عندها واحد المسؤوليه كبيره جدا باش انها يعني تتم الاجابه على التساؤلات وربما يعني بعض الامور اللي غادي تكون خلال يعني تنزيل لهذه العمليه. ومن يعني من بينها لانه اليوم انا تنشوف اذا كان عندها اقتراحات، هذه اللجنه غيكون عندها اقتراحات وتوصيات. من بين الامور اليوم اللي كتشغل يعني بال المغاربه المهتمين بهذا الموضوع اللي باغين انهم يشريوا السكن، هو شخصيا يعني كاقتصادي وك يعني خبير مالي، باقي ما شفتش بان هناك يعني عقود شراكه مع ابناك، لانه تنعرفوا بان يعني اغلبيه الساحقه ديال الناس، وكاين هناك احصائيات تفيد بان ما يقارب 55% من المغاربه اللي كيبغيو انهم يمتلكوا يعني السكن ديالهم كيمروا عبر يعني القروض البنكيه. فتنعرفوا بان الاشكاليه في القروض البنكيه هو انه تيكون واحد المده يعني ماشي ما غنقدروش اننا نحسموا فيها في اسبوع او اسبوعين. وبالتالي فاليوم فاش تنتكلموا بانه ما بين التاريخ اللي غادي نعطي نصرف انا هذاك الدعم، كنعطي لصاحب الطلب واحد المده ديال 30 يوم باش انه يتم التحرير ديال العقد النهائي، غيبقى الاشكاليه ديال واش هذا صاحب الطلب واش غيكون عنده السيوله يعني الكافيه او ما غيكونش عنده. الاشكاليه ديال الاجابه ديال الابناك، ولا سيما وهنا علاش تنتكلموا على هذا الجانب، لا سيما بان صاحب الطلب ماشي بيديه، لان دار واحد الطلب ديالو مثلا في البنك وتعطلوا عليه ما عنده ما يدير، يعني ما يعني من المفروض انه يكون هناك يعني مواكبه شامله ومتابعه. اعتقد بانه اليوم اذا كان واحد التحدي في البرنامج ديالك سيدتي هو اننا نعطيو يعني اقتراح اللي بالنسبه لي مهم جدا، هو انه تكون شراكه مع الابناك باش انه يكون يعني التسريع في التنزيل ديال هذه العمليه بالشكل الصحيح. جيد ممتاز. طيب استاذ يوسف الحاج، بماذا سيسهم هذا البرنامج على المستوى الاقتصادي فيما يتعلق بعرض السكن فيما يخص ايضا قطاع الاسكان، ونستحضر هنا ايضا المقاولات الصغرى والمتوسطه؟
طبعا هو سؤال جد مهم. لماذا؟ لانه هذا البرنامج في حد ذاته جاء استجابه لاشكاليات وركود اللي كان في سوق ديال تمام الاعقار. لماذا؟ لانه من 2021 2022 وهذا تم تسجيل مجموعه من الاختلالات في هذا السوق هذا، وهذه الاختلالات هي تعكسها الاسعار. ارتفاع الاسعار هو مؤشر على اختلالات في السوق. الوغ هاد الفاعلين كانوا يطالبون الدوله بالخروج باجابات لهذه الاشكاليات هذو، وتنعتقد بانه هذه الطريقه ديال الدعم المباشر أتعطينا آثار اقتصادي اللي هو كمي وكيفي. من ناحية الكمية هو أنه غيدعمنا القدرة الشرائية للمواطنين، وغيأثر مباشرة على الطلب على اقتناء السكن بالنسبة للمواطنين. هو شيء ربما هو طبعا تبقى محددات أخرى اللي هو تفاعل مجموعة من الفاعلين في السوق مع هذا، لأنه هنا إذا ظلنا على هذه الخطة هي خطة تستوجب مشاركة جميع الفاعلين بما فيهم البنوك اللي تحدثوا على البنوك. ثاني شيء هو مهم هو من ناحية الكيفية، أنه فيما قبل كنا كنتحدثوا على هواجس ديال الجوده وكيفيه المراقبه. الان عندنا مجموعه من الاليات اللي تمكننا اننا ندعموا العرض، ولكن نعتمدوا على التنافسيه ديال السوق. يعني ماشي غندعموا وغادي نعوضوا ان الدوله غتعوض التوازنات في السوق، ولكن هي غادي تدعم اليات تنافسيه. وهنا غيجي الجواب ديالي على السؤال ديالك ديال الشركات الصغرى والمتوسطه، انه في اطار التنافسيه وانه السوق مفتوح لقوانين العرض والطلب هي اللي غادي تحدد بالنسبه للشخص مثلا اللي غيقتني هذا السكن هذه، يكون عنده كامل الحريه في اختيار هذا العرض اللي هو مناسب ليه على حسب المعايير اللي كيوجهها مناسبه. طيب. وهنا ما الدوله لن تتدخل في اليه السوق ولا في توجيه الطلب ولا توجيه العرض، وهذا جد مهم. طيب سأختم معكم أستاذ العلاوي، ما هي الرهانات الاقتصادية المستقبلية لهذا المشروع بإيجاز لو سمحت، لأن وصلنا لختام الحلقة، ختام تحدي. التحدي اليوم هو أننا نعطيه يعني جوج ولا ثلاثة نعم. ديال يعني ثلاثة ديال الأمور مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني. هو أنه تمام. أولا على قطاع تمثل 20% من النسيج ديال المقاولات المغربية، وبالتالي فدفعة قوية الاقتصادي المغربي. ثانيا كانت هناك اشكاليه ديال المقاولين في هذا الميدان مع الابناك، لان بقى عندهم واحد المخزون ديال وحدات سكنيه للثمن ديال ما بين 30 مليون و 70 مليون اللي ما تباعوش. اليوم عندهم الامكانيه انه يعني يحلوا الاشكاليه ديالهم مع الابناك وانهم يستثمروا اموال ويخدموا يد عامله مهمه جدا. واتمنى صديقا بان 2024 تكون شكرا. يعني سنه لخلق مناصب شغل مهمه لكل المغاربه. شكرا جزيلا لك استاذ ادريس العلاوي على كل هذه الاضاءات، شكرا جزيلا لتلبيه الدعوه. مرحبا بالحضور مع سيدتي. شكرا جزيلا. كل الشكر ايضا لكم استاذ يوسف بالحاج على كل ما تفضلت به من اضاءات، شكرا جزيلا، وشكرا على تلبيه الدعوه. شكرا. ايضا مرحبا. شكرا جزيلا. شكرا ايضا لكم مشاهدين على كرم المتابعه، ايضا كل الشكر والامتنان لفريق العمل. القاكم غدا وتحدي جديد مع كامل محبتي.